أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بضيفنا المميز الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC. يا أهلا فيكم، شرفتونا. ممكن تعطينا تعريف عنك وعن بداية الشركة في دولة الإمارات؟ معك أحمد بركات. تجربتنا كانت بدايتنا بالشارقة بال2009، نتيجة شفنا نجاح للكونسبت اللي عم نشغل عليه، حبينا ننتقل لإمارة دبي، وانتقلنا لإمارة دبي السنة اللي فاتت. نوع الخدمات اللي بتقدمها الشركة، كيف تميزتوا فيها بالسوق؟ من حيث الخدمات، نحن بنقدم خدمات بشكل عام، أي خدمات إلكترونية أو كهرباء أو ميكانيك، أعطال ميكانيك سيارات. بس اللي عم نحاول نتميز فيه إنه نحن موضوع السرعة، هي أول نقطة، اللي إنه ما نتأخر بسيارة العميل أكثر من يوم. بالإضافة لهيك إنه نحن عم نحاول نبعد عن المنافسة بإنه نتواجد بالمناطق السكنية لنسهل أكثر ونكون أقرب للعميل من أي كراج تاني أو أي مركز صيانة تاني. فعم نحاول ندمج بين الميزتين، اللي هي السرعة، وإنه نكون أقرب لألك بحكم سرعة الحياة بدبي. فما في سرعة الحياة بتفرض عليك بدبي إنه أنت فعلاً ما تتأخر بسيارتك، لأنه ما تتأخر بسيارة بدون سيارة إنك تعمل أي شيء بدبي. فهذا عم نحاول إنه نحن نسهل على الزبون بإنه نكون قريبين منه كتواجدنا، مثل ما شايف نحن هون بمنطقة سكنية بعيدين عن المناطق الصناعية وزحمتها، وبنفس الوقت نحاول بالتعاون مع فريق العمل اللي نحن بيأملنا قطع الغيار الأصلية طبعاً، وبيسرعنا عملية توريد القطع، إنه نحن نقدر نسهل للزبون إنه سيارته ماكسيموم خلال يوم واحد إنه يكون سلمة مهما كان العطل. بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له، شو الخطة أو الرؤية المستقبلية اللي شايفة للشركة؟ من خلال التجربة هلأ الناجحة اللي الحمد لله ربنا وفقنا فيها هون بهي بدبي بشكل عام، عم نحاول انه نشوف نقدر نتواجد باكثر من نقطه، وانه تواجدنا يكون داخل مناطق سكنيه لا نضل قريبين من الناس، خلينا نحن نجي لعندهم بدل ما هم يجي لعندنا. ممكن تخبر المشاهدين كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا معك؟ عنا اكثر من طريقه ممكن انك توصل لنا، واحيانا نحن بنوصل لك بخدمات بسيطه، في عن طريق الهاتف، عن طريق طبعا الواتساب، صفحتنا على الانستغرام، صفحتنا على الفيسبوك. وبالنسبه نحن بنقدم الخدمات البسيطه كخدمات خارجيه اللي ما بتحتاج مثلا انه السياره تكون موجوده عندنا، هي بنقدمها قدام البيت، ومنها تينتينج، تغيير البطاريه، القصص اللي ممكن انه فعلا تنحل قدام باب بيتك. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة والسبت على قناة ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.